بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا مع فيديو جديد وعلى قناتكم قناة مصادر الحياة. والنهاردة بنتكلم عن موضوع بيهم كل امرأة وكل فتاة، وهو كيف تكوني جميلة بطريقة سحرية ومبتكرة وغير مكلفة وبطريقة طبيعية. هذه الطرق اللي احنا هنقولها او النصائح هي طرق مقدمة عن تجربة وعن واقع ملموس في الحياة. أول حاجة يجب أن تعرفي أن الجمال هو شيء نسبي. يعني شيء نسبي، ليه نسبي؟ لأنه بيختلف مقياس الجمال من شخص إلى آخر، من شخص إلى آخر. فأنا مقياس الجمال عندي يختلف عن مقياس الجمال عند شخص آخر. ما أراه أنا جميلا قد يراه الآخرون غير جميل. فمقياس الجمال مقياس شخصي أولا وأخيرا. ثانيا، أن المرأة زينتها الأولى والأخيرة قبل الجمال هو الأخلاق والأسلوب والتفاهم والعقل، ده أهم من الشكل الخارجي، يجب أن تعلمي هذا. ندخل في الموضوع. أولا، الجمال أو نظرة الإنسان للجمال أو كيف ينظر الإنسان ويحكم على امرأة، هذه جميلة وهذه ليست جميلة. وطبعا احنا بنقولش كلمة قبيحة، لأنه ليس هناك امرأة أو إنسان قبيح على الإطلاق. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان قال: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فليس هناك إنسان سواء امرأة أو رجل قبيح، يجب أن تعلم هذا. الشيء الآخر، وهو كيف ينظر الرجل إلى المرأة، ايه الظاهر عادة؟ اولا العيون، ثانيا البشرة، ثالثا الابتسامة سواء موجودة او غير موجودة، رابعا الهندام يعني المنظر، اللبس، تنسيق الالوان. يبقى أربع حاجات نقولهم تاني علشان نشتغل عليهم. أولا لون البشرة، الشفتان مع لون البشرة يعني لم يكن مكانش قلناهم، والعيون والهندام، كل الهندام دول بيظهرهم جمال المرأة أو عدم جمال المرأة، طبعا بمقياس نسبي يختلف من انسان لاخر. طيب، اول شيء يجب ان نتفق عليه، اول شيء يجب ان نتفق عليه ايه هو؟ اولا لا تستخدمي اطلاقا، لا تستخدمي اطلاقا مواد التجميل. مواد التجميل كلها بلا استثناء أكبر ضرر وفساد لجمالك على الإطلاق. فمواد التجميل من أخطر الأشياء التي تسببها هو قفل المسام بتاعة جلد البشرة. وقفل المسام لجلد البشرة ده خطر للغاية. وانا يعني اتذكر زميلة في الكلية كانت لابد ان تضع المكياج على وجهها كل يوم، وفي يوم كان عندنا امتحان الساعة 7 صباحا، وهي بتيجي الامتحان بتركب مواصلة طويلة، فما لحقتش تحط مكياج، فنظرنا الى وجهها وكان منظر يعني منظر وحش جدا، في سمرة
على المكان اللي هو بتحط فيه المكياج، معلم في وجهها سمرة كأن واحد يعني ايه معلمها بقلم وملونها بلون أسمر، يعني بلون أسمر مش قادر أقول لك قبيح، لكن يعني غير مقبول على الإطلاق. ليه؟ لأن الجلد حصل قفل للمسام وحرق الجلد، لأن كل المكياجات أو مواد التجميل دي كلها مواد كيماوية بتضر ضرر بالغ بالجسم، فلا تستخدميه إطلاقا. ده يعني شيء أحب أنبه عليه وخدي بالك منه تماما. يبقى إذن المكياجات نعمل عليها كده خط خطأ تماما تماما، لا مكياج مع الجمال. الشيء الآخر نتحدث عنه هو البشر. نبدأ كده كده في الحديث عن البشر. البشرة بتاعت الإنسان جزء من جسمه، جزء من جسمه ده أكيد. وبما إن البشرة جزء من جسم الإنسان، فاعلمي أن جسم الإنسان 80% من السوائل بتاعته ميه. كويس، فشرب الماء بكثرة، شرب الماء بكثرة ده بيؤدي لترطيب جلد أو الإنسان، وطبعا البشرة من جلد الإنسان، فلابد أن تتعودي حتى تصبح عادة عندك أن تشربي من 6 لـ 8 أكواب من الماء يوميا على الأقل. ده بيمنع جفاف البشرة ومنه بشرة الوجه، وبيمنع الخشونة وبيجعله يعني لامع وجيد. فلازم تحافظي على شرب الماء. طيب مع بعض كده بقى، طيب البشرة قلنا ده جزء أساسي من أجزاء الجمال لديك. طيب لو أنت عندك مشاكل في البشرة تعملي إيه؟ أول حاجة خذي هذه المكونات اللي احنا هنكتبها حالا دلوقتي واكتبيها معانا. ده معانا هنا ده للبشرة الدهنية. البشرة الدهنية بناخد حاجة اسمها الروز ماري، وده عند العطار، زائد نقط من عصير الليمون، نقط من عصير الليمون ده للبشرة الدهنية. تجيب روزماري بتغليه، هو عشب بتغليه، بتغلي جزء منه وبتصفيه، وبتاخدي مقدار معلقة كبيرة، تحط عليها 3 أو 4 نقط من عصير الليمون وبقطمة. بعد ما تقلبي عصير الليمون في مغلي الروزماري، وبتاخدي القطمة وبتبلليها وبتمرريها على وجهك. لو وجهك دهني بيعمل عملية تنظيف جميلة جدا للوجه. ده البشرة الدهنية. طيب لو انت عندك البشرة جافة، البشرة الجافة بناخد برضو بناخد الروزماري زائد نقط من زيت اللوز مع نقط من زيت الخروع. وبنفس الطريقة بتاخدي مغلي الروزماري وبتاخدي معلقة من مغلي الروزماري، وبتضيف عليهم 3 أو 4 نقط من زيت الخروع وزيت اللوز،
بتستخدمي اول الروزماري على بشرتك بالقطمة، وبعد كده بتستخدمي زيت اللوز مع زيت الخروع وتدلكي بهم خفيف جدا. البشرة بتاعتك بتبان رطبة وجميلة، ده بالنسبة للبشرة الجافة. طيب لو انت عندك مشاكل في البشرة، زي مثلا ان بشرتك فيها بثور او بيسموها دمامل مثلا او ما شابه ذلك، انجح علاج للبثور اللي هي الدمامل مثلا، ده علاج البثور او الدمامل، دي احسن علاج لها اللي انا هقوله لك دلوقتي وعن تجربة. في زيت اسمه زيت البقدونس. زيت البقدونس ده موجود عند العطار ومتواجد، هتقدري تشتريه وتدلكي مكان البثور بعد التنظيف. يعني بعد ما تنضفي مكان البثور ممكن تنضفيه بمغلي روزماري او بميه دافيه. بتدعكي مكان البثور بزيت البقدونس دهوت وتسيبها الى الصباح. ده علاج شافي جدا وناجح للبثور اللي ما بينفعش حتى معاها العلاجات الكيماوية. كده خلصنا من البشرة وازاي تخلي بشرتك طرية وناعمة وجميلة. نيجي بعد كده نتكلم عن الشفايف والأسنان. طبعا معايا الشفايف أو الشفتان، ده من جمال المرأة ومن أساس جمال المرأة، والبعض يعني لا يضعه في الاعتبار والبعض الآخر يضعه في الاعتبار، فبيسيء استخدام المكياج للشفايف عامة. أولا من الخطأ الكبير إنك تعتقدي أن الشفايف، أن الروج الأحمر أو أي أنواع من أنواع الروج بيظهر جمال الشفتان. هذا خطأ كبير. ليه؟ لأن جمال الشفايف أو الشفتان لا يظهر إلا في رطوبة ونعومة وطراوة الشفايف. خدي بالك للكلام وركزي، نعومة وطراوة كويس للشفايف. طب المكياج اللي انت بتحطيه اللي هو الروج بيعمل ايه؟ اولا سواء اي لون، لونه احمر او اي لون بغض النظر عن اللون، فهو بيعطي لمعان كذاب قبيح. تاني حاجة بيعمل ليس فيه طراوة بل بالعكس كأن فيه الدهان او الطلاء اللي محطوط على الشفايف، بيضيع الطراوة والنعومة بتاعت الشفايف. وانتي بهذه الطريقة حتى لو كانت شفايف عندك جميلة فطراوة ونعومة، بتضيعي جمالها بهذا الروج اللي انتي بتحطيه. النقطة التانية في اظهار جمال الشفايف هو الاسنان. ليه؟ لان الاسنان بتعتبر، انظر كده للصورة، الأسنان هنا بتعتبر خلفية للشفتان. خلفية يعني الخلفية اللي بتظهر الشفتان هما مين؟ هما الأسنان. ولذلك عشان تظهري جمال شفتان لابد انك تعتني بالأسنان. فالأسنان البيضة بتظهر أو نظيفة وتظهر جمال الشفتان أكثر، ودي نقطة لا يعني
ياخد باله منها الكثير من الناس إن لم يكن كل الناس. هذا سر من أسرار إظهار جمال الشفتين عند المرأة. طيب لو أنت عندك مشاكل في جمال الشفتين زي التشققات وزي يعني عدم تراوت الشفتين، ممكن بتستخدمي للشفتين أو يعني للقضاء على هذه المشاكل أو بيساعدك في هذه المشاكل، ممكن تستخدمي الفازلين الطبي بصورة بسيطة جدا، أو تستخدمي بعض الزيوت. طبعا الفازلين بتستخدميه خارجي بحيث انك يعني ايه ما يطولش يدخل جوه بقك او حنك، يعني تستخدميه من الخارج، ده في الحالات الصعبة جدا. في الحالات الخفيفة بتستخدمي ممكن زيت الريحان، في حاجة اسمها زيت الريحان، في حاجة تانية اسمها زيت اللوز الحلو، وممكن تستخدمي ايضا زيت الجرجير، وطبعا بصورة خفيفة، وده بيبقى قبل النوم، يبقى قبل النوم. كده خلصنا من الشفتان وازاي نحافظ على جمال الشفتان. نتكلم بقى دلوقتي عن النقطة الثالثة، وهما جمال او اظهار جمال العينان. العينان من اهم مظاهر الجمال عند المرأة، والعينان فيهم ثلاث اشياء: الحاجب ومنطقة اسفل العين والعين نفسها. يعني العين تنقسم ثلاث اجزاء، جمالها بيظهر في ثلاث اجزاء: الحاجب والعين نفسها ومنطقة اسفل العين. انظري للصورة اللي قدامنا دي ولاحظي، يعني حاولي تلاحظي ايه الصورة اللي على اليمين ديت. دي طبعا عاملة الحاجب منمقاه جدا جدا كويس، وعاملاه خط رفيع جدا زي ما انت شايف. الصورة اللي على الشمال دي سايبة الحاجب طبيعي، سايبة الحاجب ايه طبيعي. انا عايزك تقارني هنا، قارني كده العين دي الطبيعية اللي ما فيهاش اي حاجة وشوفي جمالها، وهنا قارني العين دي كده وشوفي جمالها. العين اللي على اليمين الحاجب خلاص يعني يكاد يكون قد انتهى، فأصبحت العين ليس لها جمال على الإطلاق. ليه؟ لأن العين هنا أصبحت ممكن تقولي في صحراء، شيء في صحراء زي وردة في صحراء ما بيبانش جمالها، لكن لو الوردة جوه البستان مع مجموعة زهور بيبان جمالها أكتر، وده اللي أنا بقصده من الحاجب. هنا اللي على الشمال الحاجب زي ما هو باين جمال العين، برغم ان العين دي عين سمراء والعين اللي على اليمين دي عين خضراء، لان جمالها راح لانه شال جزء كبير من الحاجب، وهنا مشالش جزء كبير من الحاجب، فاصبحت العين يعني ممكن يعني يستريح الانسان للنظر اليه، يستريح الانسان للنظر ايه اليه. هنا الجزء الثاني اللي احنا بنقوله العين نفسها، كلما كانت العين يعني ذات بريق كويس، ده بيعطي جمال للعين بغض النظر عن لون العين، لون عسلي، لون اسود، لون اخضر وخلافه. ده بيجي منين؟ من ان لازم تشربي كمية كبيرة من الماء زي ما احنا قلنا،
فده بيعطي طراوة للجلد وأيضا بيعطي بريق للعين. الجزء الثالث في العين وهو المنطقة أسفل العين، والمنطقة دي دايما بتعاني من اسمرار أسفل العين، وده بيجي نتيجة حاجتين. الحاجة الأولانية سوء استخدام منك أنت، والحاجة التانية نتيجة أشياء معينة. سوء استخدام منك بمعنى، أولا دايما بتدعكي في عينك بصبعك بدون ما تحسي وبلا إرادة. العملية دي بتسبب إن الميكروبات بتتنقل من إيديكي، اللي هي دايما بتستخدم في الأشياء، ففيها دايما تحمل ميكروبات وبكتيريا، بتيجي أسفل العين تعمل لك مشاكل. كويس. الحاجة التانية الإرهاق والسهر. الإرهاق والسهر يتعب العين، يسبب اسمرار منطقة أسفل العين. منطقة أسفل إيه؟ العين. يبقى ده منك أنت، دايما بتدعكي في عينك بصباعك، تنقلي البكتيريا والفطريات بدون قصد. الحاجة التانية إنك بتسهري بداعي أو بدون داعي، بتسببي هذا السهر بيسبب الاسوداد أسفل العين. خد بالك ان الصورة اللي على الشمال دي للسوداد تحت العين، ده الاسمرار ده ناتج التصوير وليس طبيعي. الشيء الثاني، في بعض الناس عندهم انيميا، واللي عنده انيميا دايما بيجي له اسمرار اسفل العين. الاسمرار اسفل العين ممكن تتغلب عليه بمعالجة السبب، يعني معالجة النحاف اللي عندك انيميا او فقر دم، ده ممكن نخصص له حلقة تانية ازاي نعالجه وعلاج ناجح ان شاء الله. اما بقى اللي بيجي نتيجة غير ذلك، فممكن في كثير من الوصفات الطبيعية، وان شاء الله نحضر وصفة ليها تشيل الاسمرار او تساعدك على ازالة الاسمرار اسفل العين. نتكلم عن النقطة الأخيرة وهي الشعر. الشعر ازاي احافظ على الشعر بطريقة كويسة، ونبعد عن الشامبوهات الكتيرة والكريمات وخلافه. اولا الشعر ده ناتج، يعني شيء او جزء من جسم الانسان، جزء ينمو دايما، بيجدد نفسه، مستمر في النمو، مستمر في النمو. لازم تفهمي ان الشعر زي الزرع بالظبط، كلما اعتنيت به طبيعي كلما اعطاك مظهر جميل. فازاي تعتني بشعرك في اقل الظروف؟ اولا انت بتيجي على اللي احنا قلناه اللي هو الروزماري، بتغليه، ودايما تغسلي شعرك بمغلي الروزماري، ده بيعمل تنظيف للقشرة، وبيعطي تنظيف لفروة الراس، وبيعطي هو ريحته جميلة، بيعطي رائحة جميلة للشعر. اما لو كان عندك اي مشاكل في الشعر، فده هيبقى له فيديو او حلقة تاني. ناخد بقى كده النصائح على السريع ليه ازاي نعتني بجمالك، وازاي تظهري بمظهر الجمال. اول حاجة من النصائح قلناها اللي انت يجب انك تهتم بها، هو شرب كمية من الماء كتيرة، وقلنا ليه بنشرب كمية من الماء. الشيء الاخر العناية بتنظيف الجسم والجلد حتى يظهر بلون بشكل مظهر جيد. لا تستخدمي الصابون العادي كثيرا، لا تستخدمي الصابون العادي كثيرا او حتى صابون غير العادي، يعني اذا قمت بالاستحمام حتى مرتين في اليوم على الاقل مرة، لا تستخدمي اي صابون، دايما استخدمي الماء فقط. بالنسبة للماء، احسن ماء للجلد ويحافظ على بشرته وطراوته هو الماء، ليس البارد وليس الساخن، ولكن الماء الوسط الفاتر، ده احسن وانسب ماء للجسم.
قلنا العناية بالشعر، والعناية بالشعر هنخصص لها فيديو آخر إن شاء الله. بعد كده إنك دايما تجنبي لمس العينين ولمس جلدك ولمس وشك دائما بإيديك لعدم نقل البكتيريا والميكروبات. شيء آخر، إن قلنا لازم تعتني بالأسنان عشان تظهر جمال شفتيك، لازم تعتني بأسنانك ودايما تحافظي على نظافة أسنانك. الشيء الآخر أو اللي أنا أحب أقوله، دائما اظهري الابتسامة الجميلة، دائما اظهري الابتسامة الجميلة وليس القهقهة بصوت مرتفع، لأن هذا يضر بجمال البنت وغير مستحب على الإطلاق للمرأة. فدايما الابتسامة الجميلة تعطي الابتسامة وليس بصوت عالي، لأنه بنقول الابتسامة فقط، ده بتظهر المرأة بمظهر الجمال وبتزيد من نسبة الجمال على الأقل بنسبة من 10 إلى 20%. فالابتسامة مروبة للجمال. آخر حاجة وهو الهندام ككل أو اللبس أو المظهر، لابد أنك لا تتكلفي ولا يعني تظهري بألوان متضادة، ألوان بيسموها ألوان صارخة أو فاقعة. دايما استخدمي الألوان الهادية، ده بيظهر الجمال أكثر للمرأة عكس الألوان الصارخة والألوان اللي بيسموها ألوان فاقعة باللغة المصرية. هنا نكون قد أنهينا هذا الفيديو وتعرفنا على أسرار الجمال، وإلى أن ألقاكم في فيديو آخر لكم مني كل حب وتحية. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على لايك، وأي سؤال تكتبوه في التعليقات وإحنا إن شاء الله نرد عليه. كان معكم في هذا الفيديو أبو الحسن عبد الله صاحب قناة مصادر الحياة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.